السلام عليكم ومرحبا بكم في داركم وفي كوزينتكم، كوزينة حنان اللي تبغيكم وتموت عليكم. عودة للروتينات، على بالي توحشتوها وانا ثاني توحشت، نبعث لكم نرحب بكم كامل، وان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. وان شاء الله هاد الروتين تاع اليوم تعجبكم، على بالي تقوهم وتسناوهم وعلى بالي يعجبكم. فيها بزاف وصفه في التدابير، نخليكم خارجه معايا رايحين تشربوا ونقولكم نتلاقاو من بعد. وهنا كما راكم تشوفوا حبيباتي خرجنا برا. هذا الروتين راه فيه يعني تاع يومين، قسمت شويه شويه وركبت. راني برا، راني نلمد في الوكيد. انا قلت للزوج تاعي القويد ما تاح ليا بالضحك باش نديروا الخبز في الفرينه، ونخليكم على فيديو تتمتعوا ونتلاقاو من بعد حبيباتي. ساكي تلمي الله نلمي الوكيد الوكيد شيل كويد ها بزاف ها بزاف هاي هاك حسب الماء تاع الشو بيهم هاي هاي الجزائريه اللي قد تكون عالميا عالميا. حنان نحل لي وريحت، وغادي نحيكم كاع التراث والتقاليد تاع الاجداد وتاع البدو، وحل الحنونه تاعكم وانا متعلمكم. تابعوني تلاقاو في بعد. وهنا كما راكم تشوفوا حبيباتي واخواتي وزميلاتي، رجعت للدار ومن بعد ما لمت الوكيد هذاك باش ندير به الخبز. كيما نعرفوا كاين اللي كانوا يشعلوا به النار، قالوا لي في القناه حنا ما نشعلوش به النار، حنا نديروه للبنه للخبز، يعني كي تشعلي النار ويبقى غير الرماد ترمي بشويه. وبكري تاني كانوا يعني انا ما نقدرش نديرها الغالب كانوا يملسوا به كي يديروا غلاق، يملسوا به هذيك الحفره مع الغلاق يعني باش تيبس والصهد ما يخرجش. وكيما نقولوا الخبز ولا اي عفسه يديروها خاصه المخبوزات يطيبوا بسرعه. وهنايا جيت مباشره ناحيه حجابي طيبت قهيوه قهوينا، دوك نوريكم. وراني ندير في اللحم في الطاجين هذا، ان شاء الله يعجبكم. شوفوا بنين ما تصوروش، هنا حكمت حبه بصل صغيره ماشي كبيره، ولا نص حبه بصل كبيره ماشي بزاف غير شويه، قطعتها عشوائي يعني كاريات صغار عن طريق اليد. كما تعرفوني انا نقطع بيدي بزاف. وعملت رشه فلفل اسود وربع ملعقه صغيره فلفل عكري ولا فلفل احمر، وكما راكم تشوفوا رشه صغيره من الكركم باش ما يطلقناش مراره كما دائما نقول لكم. كيما تاني بزاف تعرفوا عملت اربع ملاعق زيت، ما عملتش بزاف الزيت لان اللحم تاعي راه شويه ميدم. ونصف ملعقه زنجبيل مرحي، هنا كيما راكم تشوفوا قصبر مرحي يعطي بنه رهيبه للحوم. من بعد نقول لكم تاني فواش نستعمله، رهيب رهيب في الاطباق. نصف ملعقه قصبر مرحي كيما راكم تشوفوا، انا قلت لكم كاع التوابل تاعي نرحيها جديده، جامي نشري توابل مرحيه، نشريها حب وانايا اللي نرحيها، ونرحيها في حين الاستعمال الا ليومين او ثلاثه ايام، ودائما نرحي جديد. عملت تبلت بالملح حسب الذوق، عملت كيما راكم تشوفوا 8 حبات زيتون ولا 10 ولا ما نكثروش الزيتون باش ما يعطيناش طبق الزيتون، يعني يجي يعني هنا يجي يولي بلاط زيتون. الوغ نديرو غير حبات جوست للبنه باش يجي اللحم تاعنا بنين ومتبل. واللي ما تحب ما تعملش الزيتون ما تعملش الزيتون عادي، يجي رهيب صدقوني خاطر ما يتشبعش، يجي يذوب في الفم. وعملت خمس فصوص من الثوم حبوا بالقشور، حبوا بالقشور ورقه رند قسمتها على زوج. هنا رايحه نعطيكم السر تاني، كيما قلت لكم نجرب بزاف انا خاصه التوابل من محبات التوابل، ونجرب بزاف في المطبخ تاعي انا نصدم، ماشي يعني ندير الوصفه ما راهيش علوم دقيقه ولا كيما نقولوا نحرفوا منها يعني، ولا انا نجرب بزاف. قلت لكم الصدم وجربوا ما تخافوش. هنا تابل تاع اللي قلت لكم عليه تاع الطعام تاع
تابل المرقه تاع الطعام. روحوا عند العشاب بقولها عطينا تابل المرقه تاع الطعام، بصح كل واحد وكيفاش بنته. هذا اللي شريته من مغنيه، شوفوا الذوق تاعه رهيب خطير في الاطباق. درت نصف ملعقه صغيره جوست زوج رشات ولا ثلاثه وخلط، عاودت عملت القب تاع الطاجين الغلاق تاعه وقليت لمده 5 دقائق عاده، باش رشيت بنصف كاس تاع ماء مغلي، نصف كاس تاع ماء مغلي. بصح التقليب يا خواتي كي التقليب نقلب من حين لاخر، وغلقت عليه الدا معايا طياب مده ساعه ونص حتى قريب ساعتين هكذاك، ما بقى ساعتين. وكنت نقلب، شوفوا اونجي غير طيبتوه في الفرن يعني محمر وجا مجمر، وهنا راني رايحه نطفي عليه. ضغط غير الملح خاصه شويه ملح زبده، شوفوا جا شوفوا تالمو الطاجيني طيبه زبده. اللحم مفصل من العظم هذا تاع الكويس، هذه من جيكو. الماء هذاك اللي زدته قريب نص كاس ماء، ما تكثروش الماء لخاطر اللحم تاني تاعه يطلق العصائر تاعه ويخرج لكم يعني ولي بقبق بزاف. انا كنت من حين لاخر نقلب من حين لاخر، كل ربع ساعه نطلع عليه وندور اللحم ونقلبه. لازم اللحم تدوروه وتقلبوه باش يطيب كاع من الجوانب، واذا شفتوا خاصه شويه تاع صلصه زيدوا الماء، ما تخافوش زيدوا الماء غير شويه، وراكم تقلبوا من حين لاخر كل ربع ساعه طلوا عليه. وراها كي تشوفوه طاب زبده والمرقه اللي راكم حابينها يعني فيه الصلصه طفوا عليه، معليش ضيفوا الماء غير شويه وخلطوا دوروا بالملعقه. هذه هي وراه طايب الطاجين تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا راني نطم في توزاني الفارينه وكاع، راني طيبت الخبز تاع المطلوع تاع الطاجين، نسيت ما صورت لكمش المهم تاع الباسينه والكرطون راه في القناه. انا هذاك راني رايحه عند عجوزتي، هنا كنا تقهوينا كما راكم تشوفوا. ها هو الطعام اللي يبغوا، حنا نقولوا في معسكر الطوبه، كلينا القهوه بالطعام كما راكم تشوفوا. الخبز تاعي راه جاهز هنا قبل ما نطيب، عفوا كي طيبت الطاجين تاع اللحم راني ديت لها ها هما زوج خبز تاع مطلوع، لان هي تحب الخبز تاع الطاجين تاع المطلوع تاع الطاجين بزاف. وهنا ها راه الوقيد اللي لمته معكم، ها راهونا في الحوش راكم تشوفوا فيه. وكان يعني يوم متعب بزاف، الصباح كما راكم تشوفوا غسلت الفراش، ها هو راكم تشوفوا في هذيك الشورة، ها هي غسلتها، غسلت الفراش يعني وغسلت القش كما تعرفوا. هنا اختكم ما عندهاش الماشينه، ها هو راني نشاطها على الصور. هنا راهي جارتي هذه اللي من شقي هنايا، وعاونني الابن تاعي غسلت هذا البطانيه ولا الكوفيرتا لا كوفيرتور، غسلت هذاك اللحاف، غسلت ثاني بزاف، مازال باقي لي الفراش. دوك نوريكم راني رايحه نغسله، ما حد راهي سخانه، لان لو ان شاء الله بربي باذن الله كي نعاودو نرجعو ماشي في الشتاء ان شاء الله بربي، رانا نقولو في الربيع نلقى القش تاعي نقي وكلش. فوالا كيما راني نوري لخواتاتي هنايا هذا الصوره يعني اللي بيني وبين الجاره، هنا طلعت غير طلعت لاطيغاس باش نوريكم. هنا كملت وكلش، رحت عند عجوزتي ديت لها هذوك زوج خبزات وجيت وتعشينا هذاك الطبق تاع اللحم، درت معاه بطاطا محمره وزيتون متبل بالزيت زيتون وتوابل وسلطه فاغي. ما صورت لكمش العشاء، نسيت كي جيت عيانه وكلش غير حطيت وتعشيت. فوالا هنا هي تبغي هذاك عجوزتي قلت لكم الخبز تاع المطلوع تبغيه تموت عليه، تبغي تاع الكوشه ولكن الخبز تاع المطلوع تبغيه بزاف هذاك خاصه اللي نديره انا. المهم هنا الغدوه من داك درت الطعام، كان يوم الجمعه كيما راكم تشوفوا فيه شهيتكم بالصحه وسمحوا لي. كاين اخوات راهم يقولوا لي رانا نتوحموا، والله نقول لكم سمحوا لي، الله غالب لو كان لقيت كاع راكم معايا شهيتكم بالصحه سمحوا لي، وان شاء الله ربي يثبت حملكم هذا مكان. وهنا كيما راكم تشوفوا من بعد ما درت الطعام لابخي ميدي ولادي مرضوا، شوفوا ولادي انا كي ياكلوا برا ولا ياكلوا عند الناس هذه زعما قاعده عندنا في البيت، مانيش عارفه الما يتبدل عليهم ولا ما على باليش. درت لهم التيزانه والنوخه كانوا كاع بلا دياري وحاشكم ملقيه، المهم ريحوا ما ديتهم لا طبيب لا والو، داويتهم في الدار التيزانه تاع الزحتر والنوخه. من بعد نحط لكم الوصفات في قناتي الثانيه اللي ما راهيش مشتركه فيها، مرحبا بكم، يسموها حنان الجزائريه للتداوي بالاعشاب. راني تهاونت شويه ما حطيتش فيها، رايحه نبدا من جديد نحط فيها. كيما قلت لكم الجمعه اليوم يعني العين راها جات، سيقت كلش وغسلنا الفراش وهذه الغدا من داك من بعد ما رحت عند عجوزتي طيبت اللحم تاع الطاجين. وراني ندير لكم في واحد التدبيره روعه تاع بكري ايام زمان الحلوه، رايحه نجفف الطماطم
فوالا رايحه راني سجلت الفيديو دوك نحطها لكم في القناه، رايحه نخبيها للشتاء، تجفيف الطماطم تشد لكم لسنوات طويله، وكيفاش تستعملوها من بعد وكيفاش تخبيوها دوك نمر معاكم في الفيديو ان شاء الله. الفيديو راه مسجل غير ركبه ونرسله لخواتاتي، هو والفلفل الحلو. رايحه نجففها هي والفلفل الحلو دوك نوريكم، ما بغيتش ندير لكم الوصفه هنايا في الفيديو الطريقه باش ما يجيش طويل، لان راه فيه وصفه اللحم وفيه الروتين تاع الغسيل وفيه تدابير. هنا خبزي هذا ها راه الفلفل الحلو راكم تشوفوا فيه رايحه نجفه. خبزي هذا كما تعرفوه تاع الكوشه راه في القناة. هنا راه مرمد في النخالة لأن رانا مراض كاع ممصارينا كين، وهذا اللي نطرحه في الكوشة، هذا الخبز المنفوخ، الخبز المنفوخ اللي راه في الكرطون، درت غير خبزة وثلث سنيوات خبز الكوشة. فوالا راه مرمد في النخال في النخالة، شوفوا يجي ما شاء الله، ما نحكي لكم شهيتكم بالصحة ومليح بزاف بزاف بزاف. راه مرمد في النخالة للمصرة، رميت غير حبة تاع النخالة في وسط العجينة لأنها مفيدة جدا، مفيدة 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 لل يعني للأعضاء الداخلية كيما ليستوما كيما خاصة المصارى الأمعاء. هذا خبز الكوشة شوفوا كيفاش جا، شاهدكم بالصحة وسمحوا لي، جا روعة، جا قطني خفيف ما نحكيش لخواتاتي. وكاين بزاف اللي راكم تنتقدوا وتقولوا لي راكي تشكري روحك وكاع، أنا شوفوا ما نهضر معكم، ما نوكل عليكم ربي، ما نرجع لكم، ما نحوس عليكم بزاف، نقول لكم غير تاكلوا في الغلة وتسبوا في الملة، هذه هي، تدخلوا تستفادوا تدوا في الوصفات ومن بعد تقعدوا تنتقدوا وتقعدوا تعايروا. كيما وحدة قالت لي عجبوني وصفاتك ونطبقهم، بصح يا أختي تشكري روحك بزاف، وكيما نشكرلكش الوصفة كيفاش بغيتي تنجحي فيها، كيما نعطيكش لي زيدي وننصحك ونشكر لك الوصفه، اما لا كيفاش تنجحي فيها، راهي وصفتي وتدبيرتي وانا اللي عملتها وانا اللي نجرب وانا اللي راني نطبق وراني نحط لكم، سي نورمال نشكر يا اختي، اللي ما يشكرش العبد ما يشكرش الله، فهمتي، ربي ويبغي اللي يشكر يبغي كي تشكري عبدك لانه راه فادك، وكيما نقولوا يدي دعاوي الخير وكلش. شويه ارتقوا في تعليقاتكم، انا والله صدقوني مرات نقول نحبس من هذا الوصفات ومن هذا الطياب. هذا الخبز المنفوخ البنات شوفوا كيفاش جا، هذا الخبزه درتها للزوج يحب الخبز المنفوخ، قال لي ديري لي غير وحده بغا يدير فيها الفلفل الحلو اللي طيبته، جا ما شاء الله روعه. كيما راكم تشوفوا راني حطيت فوق هنا راني نصور بالكاميرا كانون، على بالكم تحب الضوء بزاف، وانا عندي الكوزينه شويه مظلمه، ماشي مظلمه فيها الضوء ولكن تحب ليكليراج بزاف من ومن كيما تاع لي فيلم اللي تشوفوهم. انا راني دايره غير الضوء تاع ربي، يعني الكوزينه والحوش مد لي الضوء والحوش الزاوج، وراني دايره الفران. فوالا ها هو، ودرت له شويه زيتون حار والخبزه ها هي تاعها، دوك نحطهم له يتغدى. وكاين واحد الاخت قالت لي حنان وريني هذوك الطباسه تاعك تعيشي، شحال شريتيهم ومنين، واحد الطباسه مستطيلين طوال شريتهم منها متلمسان من هذاك اللي حل جديد اللي راه في ماما، دوك نقول لك السعر تاعهم، ولا غير نسيت سمحي لي ما صورتلكش في الروتين لان نسيت السعر، دوك نعاود نولي ونجيب لاختي السعر لان يخصوني اغراض. هنا الزوج تاعي حطيت له يتغدى كما راكم تشوفوا، دير الفلفل الحلو في الخبز المنفوخ جا ما شاء الله، وراهي كاسي كاسي قلت لكم راهي تغدى بهذاك الزيتون الحار واللبن. فوالا قال لي ما ديريش بزاف. المهم هنا راني طالعه نوري لكم الطماطم تاعي اللي درتها الصباح على 9، صورتها المجففه هنا لابخي ميدي من بعد ما فطرنا، شوفوا راهي الربعه ولا هكاك، راهي 3 ولا 4، المهم لابخي ميدي ها هي. شوفوا الشمس راهي حاره عندنا، راهي تتقب الراس صدقوني، البيض يتقلى، الدبان راهي طرطق عندنا. المهم راها بدات تنشف، شوفوا غير نص نهار شوفوا كيفاش جفت. هنا راني في لاطيراس، فوالا هذو لي فوازين تاعي راهم حدايا، شوفوا المنظر هيك هاوليك من تما اللي رحت نلقط لمدو الوقيد تاع البقر اكرمكم الله. فوالا وهذا اللي بالقرمود البيت التحتانيه اللي عندي، وهنا راني هابطه ان شاء الله يعجبكم الروتين. المهم هذه جارتي اللي حدايا راها تحتي منا، وهذه لاطيراس تاعنا. فوالا هذوك ثاني جيراننا اللي اون فاس، المهم جوارين هنايا ما شاء الله عليهم روعه روعه، يعني متفاهمين ما كاش خصام ما كاش ما شاء الله، ام صارين يتخاوضوا في الكلش بصح ثاني المفاهمه وكما يقول لك القلب الطيب وكلش روعه. هنا العين جاتنا كما راكم تشوفوا راني نسيه، هنا لابخي ميدي من بعد ما تغدينا راني نكمل وراح نديكم للبيت، يعني بيت جد وبسيط عادي هنايا وين نقعدوا
زعما دايره هاد الشورى عاديه، جبتها معايا من نهار الاول كيما رحلت وريتكم، ودايره طابله هنايا والتلفزيون هذاك تاعي اللي قلت لكم كيما درت لكم جوله في مطبخي، وقلت لكم التلفزيون راه فيه تلمسان، هاد فاز تاع ها هو تاع الكوزينه تاعي، جبتها راه هنايا باسكو ما عنديش لا تيلي هنايا. وهنا هذا الفراش راني رايحه نكمل نغسله، ها هو كاع هذا الفراش اللي راكم تشوفوا فيه، ولكن انا ما نقدرش، ما زلت ما ريحتش 100%، ما رقبت كتفي يعني ريحت الحمد لله الضر كبير راح، راني نقاوم ولكن بمساعده الاولاد تاعي. هنا شوفوا المنيكشه تاع بنتي بحرت لها، صدقوني كنت رايحه نخرج كلش، هذه الحصيره وكنت رايحه نخرج. شو صابت داخل لقاتها بنتي، شوفوا هابطني بكيت عليها ما نكذبش عليكم، ان شاء الله لقيناها الحمد لله، ان شاء الله يعجبكم لا، ما تنسونيش باللايك في امان الله.